ونحن نبدأ معكم فقرة رسائلنا اليومي لهذا اليوم لإذاعة المكلا عبر أثير إذاعة سلامتك من المكلا. بهذه الكلمات تدشن إذاعة المكلا بث أثيرها من جديد بعد توقف قسري دام لأكثر من عام إثر تعرضها للنهب والحرق والتدمير يوم سقوط المدينة في أيدي مسلحي جماعة أنصار الشريعة. فالإذاعة العريقة والتي صدحت لأول مرة عام 1967 لم يشهد تاريخها قط أن انقطع بث أثيرها الإذاعي كل هذه الفترة رغم معاصرتها لكافة الأحداث التي عاشتها حضرموت طوال 48 عاما الماضية، وكانت بالنسبة للكثير من سكانها بمثابة المتنفس الإعلامي الوحيد الذي يلامس همومهم ويتحدث عما يجول في عقولهم. الكثير افتقد لإذاعة المكلا كونها الإذاعة المجتمعية التي تناقش هموم المواطنين، والكثير من المواطنين الحقيقة مهتمين بإذاعة المكلا وبسماعها كونها الإذاعة الوحيدة أو التي تحل مشاكل المواطنين هنا في مدينة المكلا وفي محافظة حضرموت بشكل كبير. غير أن ذلك الكيان لم يتبقى منه سوى مبنى متهالك ومدمر وبعض الذكريات التي لا تزال حاضرة بين الركام والرماد. خسارة كبيرة على أبناء المكلا ومحافظة حضرموت بشكل عام، ولهذا نتمنى أنه لازم تعود إذاعة المكلا إلى موقعها الصحيح وتبث أعلامها لتوصل إلى الجميع. واليوم وبعد تحرير المكلا واستعادة الحكومة السيطرة عليها نجح موظفو الإذاعة ومهندسوها في إعادة الروح إليها لتبدأ بث أثيرها عبر أثير إذاعة سلامتك الصحية ولو بصورة مؤقتة ولمدة 5 ساعات يوميا، هي بمثابة خطوة أولى نحو استعادة بثها الكامل ودورها التنموي والمجتمعي. أثير إذاعة المكلا نستمر على مدى حوالي يمكن 5 ساعات محدودة، من نبدأ إرسالها من الساعة 10 حتى الساعة 3 عصرا حتى يتم الترتيب الجيد لعودة إذاعة المكلا من جديد. وبقدر ما تشكل هذه العودة من نجاح إلا أن التحدي الحقيقي يقول مراقبون يكمن في مدى قدرة القائمين عليها في استعادة أرشيفها التاريخي والإنساني العريق الذي أتت عليه نيران الجهل والتعصب. مع عودة بث إذاعة المكلا من جديد يأمل محبوها ومتابعوها أن تكون هذه العودة لا توقف بعدها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، إذاعة المكلا.